أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد 为这个地方门市 وأنت حل بهذا البلد你将在那里不受约束。我以一个父亲和他所生的子孙们是。我却已把人创造在苦难里。他以为任何人都不能制裁他吗？قول أهلكت مالا لبدا 他说我花费了许多财产 يحسب أن لم يره أحد 他以为任何人都没有看见他吗 لم نجعل له عينين 难道我没有为他创造两只眼睛لسانا وشفتين 一条舌头两片嘴唇 وهديناه النجدين 定只是他两条明显的道路吗 فاقتحم العقبة 他怎么不超越山经呢وَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ 你怎能知道超越山经是什么 فَكُ رَقَبَةِ 是释放奴隶 وَإِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةِ 或在饥荒日震急 يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةِ 亲戚的孤儿أو مسكينا ذا متربة 或贫困的平民 ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة 同时他是一个信道而且行善并与坚忍相勉以慈悯相助者أولئك أصحاب الميمنة 这等人是幸福的 والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة 不信我的迹象者是薄命的 عليهم نار مؤصدة 他们将被关在火狱里